أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أركان الإسلام كيف ينسوق هذا الني سدح كاملة كأفراد والزكاة. رمضان باس ذا بدن لبحين شري أما لقيا بعدد كقيمة بدن أو كمدي إلى بحيا وعبادة بدنية مالي أني رهنو وعبادة إن كاهرة حق الشركة لقيا امتحان يقف لكن عبادة أنا حق اللي قالها أي قفك لقيا امتحان يا نفتي اللي حتشعلتنا مربي وضب حامبي لها الصومالي ونفتي اللي حتشعلتي ويسبربر صعلا النفس والمال قرآن كنا آدبو إلهي وقهد لعبادة ذا بركيسا يزدكد الله يرادو لو ري الله باتن آيضادنا إلهي وحو اسكو حجيدي الصلاة إيا الزكادة وحق الدرجة ذا ويكسيه الرئيساء صومك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إلهي بأوح الله الصلاة دانا وقال سكذا نبحي أوه شمع نكت كذا وددك إلهي شمع كلت كذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين حتى قالوا توبتك أنا صلاة أوغا سكذا بحيا وأول عليهن الدين تبولاي دين تيدن كل أول عليهن لدي لما يوى لدينا ثم دي سيد الكيب وكدو القاضي القفقاس صلاة دي السكذي بولاي حجيري وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وحال فريدت كنت إلهي عابدان إن عبادة صافي وقرقا استثنما ضي اسم قشين تي ضاعت نما الدرهدا كدايا يو إلهي حق يسول الله حنايا صلاة دنا أوغان بالا فري زكاة دنا بحيا سيدا سو قرآن يسود دبردقا صلاة يو زكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كي صحيح وحو كوري بني الإسلام على خمس إسلام كشنبا لقو دول تاغي أو تير روح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وشنت أركان الإسلام وتير أركان إلى شن إننا كنت لقى جوينين قف كأن تأسرنا وضع أفسد لما يسترنا الإسلام كيف ولا ما يستر أصحاب تنسى سن بيفهم سنائنا مركو النبي محمد انت عليه الصلاه والسلام قيب بضنا عربت ابا وحي لهذين سكذا النبي قوم بي سوره قال هيدن وددك كا قاده نين كلا سكه ما قادي كربا سكذا ساعتا لغا بلاو وانو ديدني ساس قيب بضنا عربت لهذين الهي با النبي سكدون كلا هدلي بيد او يري خذ من اموالهم صدقه حولهود سكه كا قاد امركو كلغي بوا عيدي بل ما يوداغي قرآن كيف يدبر رجعنا سقل دنو الدليل شده أبو بكر نما وحولي الله كرال النغدة والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله إن الله دجا الله مايو قفك على صارى الصلاة دي سكدي لها حجري قفك يلو تكنا يا سكب حن مايو بخيلك إلهي نو حجري الله بضبع صلاة دي سكدا قرآن كو حجري والله دجا الله مايو مسلمين تنصر على سكوافقه مرك عبادة ذا سوى تاوي وعبادة مالية يثاب على المرء يثاب المرء على إخراجها ويعاقب على تركها إنه قفك بحيانا إلهي بأبا المريوين والديارة إنه ديدنا عقاب وين با إلهي والديار ليه وحا أين سكذا سنذي فينا يسابخي لماذا يا أخلاق حمضة
إلهي بقى وحوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دتك سكك قاد صدقك قاد أتكون نظيفين أي صوت كبر كينيس وندعى كصلي بقى ولي بلي رسولك صلى الله عليه وسلم. مركا قفك سكذا بحنا يا بركة سولي قفك قاد يا أنا الدعاء سالك بدبن أما وكيلك هذا دتك سيجار سيني أما مسكين كي فقير كي قادنا يها هذا قفك سكذا بحنا يا وحلا جو أبل جودي إن لو دعيه إلا أن تمدي سينا وبرية لا تتكنا وحودي بسيء إلى هاي وحب الله قاعد قفكم مركز سكذا بحنا ينبدل سيو راس مال كيس أنا ولا لي وبركة يو معاش كنا وكرديو ألا وحوله وما أنفقت من شيء فهو يخلف واستدقى في صناعة مدفر الله وحياء بحسان ببدل كيس إلهي بالله الديار سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كيس صحيحين ككسقنا سيدنا كولومبو يسقو نوري إلى حديث القدس إلهي وكوريني إلهي بقى وحر يا ابن آدم أنفق أنفق عليك إن ابني آدم ورقي يدو مربع وحبحي أنوان كسينة لابد أساء اسكوح لها هداد بحي ويدنا ونكاهيسا مركب وفرها فرها كررك مالك وأوح بحنت قدر كستبها على قفكم وحم بحيو عقاب ذكبا كسا أروري دي إسلام كسيدا سكذا ولي ري قفك دي دي أور وريتشيني أما العك هكو أضيقو أما حورنا هكو أضيقو أما كوا بيرا ها هذا قفك سكذا بحين وايا أدبا لوجو دقي الله سبحانه وتعالى وحو كور رميا تاسوح والذين يكنزون الذهب والفضة والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون كوى كيتسنا يدهب كي العقد جهاد كي يمالها خير كلكو بحنواي عذابه بشاري كلول مالين كاللقصة كلولين دور حوله نار جهنم أيا لغو ساكل الله ينيا وحي أو نمع صفي حدها نيا مدنا ياشن بل بلارنا وكلا سيدو ده يقو أبو إلهي ساكل الله ينيا مركاسا لغو قبا يافر تيسا لنعبا سوچيتك إيا سيچيتك إيا لوضا لنعبا مركا عقاب المعنوي أيا لغو در يا عقاب حقا معنها هو هنشبادي هددات بلس عطو إلهي وحي الله هذا ما كنزتم لأنفسك هذا وحن واوحي النفتي إنه كيد ستان هذا كون كون كو حجينيس هذا حرادة أنكو إلالينيس ردامي بول هاي ليها طبع ويحا ديغانيس هو كان حنون كيسا ردامي مركا انتانو عقاب كوكو نقنين حولها وانا تشنكو راتته حديث صحيح أبو نبي كفصل عليه الصلاة والسلام آياتا وحور ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار قفك الذهبية العقل كبحين وايا وحي واتش بها لقولها ما لنت قيامها مركا ويمادو ايا الله قرد يا صفيحة بالبلارن ذهب كي العقد تي عطيت يا ذهب كي عصابة الله صوب بالبلارن نارتا لقو صوب كلولين مركا سال لقو قبا يا ابو رسول كولي صلى الله عليه وسلم نبر كيس ايا هريريس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما لن درر كيس ولقي كنتم كن أصلا نبض يا سال الله قوة يا محاك صهريبا كلما بردت عيدت له مركز تيقب وذنا ون الله سكر لينا يا مركز شقوق لقصية وكقب وبه ما دناهاس تب الله كل لينا يا أبو النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إلى أضمها الله كلا حكومة شقوق ذا سكيريس هل كان المحكمة دي لها إذا كسعت كوننا عقاب كاسي كجران مركا أهد لما يحسابتي يقوى أما النار تقلي كيما نعسكها أما تشنو مركا إلها هل كان كجره ميل كستبا همار لكن محشر كاب الله عقاب يا الله وحو نبي فصل عليه الصلاة والسلام آيات كلا وربنا سبحانه وعقاب كلكوية بها إلهي بأوحر ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
إلهي بقى وحول إياي أم لين إن كوة كبة خيلة يوحو إلهي سي إلهي باسي كوة حي شقيستان إلهي مؤرن وحي دحلان مؤرن وحي عدك رسيسين مؤرن وحو إلهي سي إلهي وحي وقعان تكقل يودي بإلا أن ضدك مو كحر فضبط نينه عدة كبة خيلة يا إيه موضة يبخي لماذا سيني وفعة إيه موضة يحولها بسد وبسد اللوغة يلا بيريو إنه خير بدن تكوى السيدة موضة إياه شرب وطايبة إلهو قارتانا نقضو بالدونا قيامة وحي أي كبه خيلان بان قارتا وقضو بي حديث صحيح أبو نبي كفصر عليه الصلاة والسلام سيدة قارتا الله قضو بي مركزة إلهو لمن آتاه الله مالا فلم يؤدي الزكاة قفك إنتو إلهي حوالة سيئو أن سكدي سيبحنن حوالة إنت قيبو هذا وكبه حوالة سكدو أي كبه حوالة وينو أركي مثل له شجاعا اقرع شجاعا اقرع شجاع وبهل كان شجاع الله يراه مسك مس بدار له له زبيبتان ولما اللي دمودو دهرنا دكدا كله ونوع حلقة خطرت بدن سنت بدن لبا بعيود بوليه اما لبا اللي دمودو دهر بو دكدا كله يهي كاسو بدار له سنتي سفرها بدن دراديد بو بدار لهياش أبو بداروي كاسا إلهي وصادريا كاسا يضويقه يوم القيامة هلكو كسابولي معركو كسارعي موستي سو كسابولي ماشو مساس بدنا محا قار مسكول لغا يا عدي بكا فتشين وايز مركا انتو كسابولي أمبو قارتا سلاي سوو قران قرنيا ثم يأخذ باللهزمتيه يعني شدقيه مركا لبدا بيابو فلو لبدا معيادا دادرنا لبدا سو كقردقا يا لبدا سوطف كسينيا ثم يقول انا مالك انا كنزك وحلي انو مالك اغيبان انو كيت كيبا ديغي سيبان انو مالك وهلايا ما اسكا اموسيه وحو اسكو دريا قنيده يا قول كان ادق انو خولها اغيبان هي انو كيت كاغيبان هي سدا سولي marka ayada in soo akhriinay ayu nabi muhammad akhri alayhi salatu wassalam isaga quraanka ino fasiraya إلا إلهي وحو القيامه قارتا نقول دوبي سيدابا قارتا لقول دوبي مركا حديث الله آخر استاوحي كفائدتها إن التفسير كقرآن كفهمته حديث كابوخاري وحو فسره يا عيضا إلهي با وحو استلمامي سبحانه وتعالى سيدا قارتا قارتا لقول دوبي حديث كنا وحو فسره وحن اسكو دوبي ينو يهي مالكي ومسلقا لقول هلاي لعكا هذا حولنا الله هذا متكستا سيدا سيبا مركا وطلبام الأصناف التي تجب فيها الزكاة حولها أي سكذ كوا جبتا وأفر نوع وباره وحيك سوبحي ذهب كي العقد حوله النورا هي جناحسي معدنت هي خيرات كإن روك كسوبحانا قيبها صب راعية ذهب كي العقد بارها نوح الراعية مره علماء بدن سيكون تجيان بير بيود دا وحي كسو بحي لفت قود نوال السكينة يا بار لقو تغيي مركا أفر تان نوع وأفر ميلود وإنت بي لهي باك عمتا كواهي سبحانه وتعالى وإنو سخيري وإنو قود دايقاي وحلقه لأيو مذو لبنا قدر قارب إلا يضو لقا بحيو مركا هل كاك قاران وحاسا لقا بحيا نوع والبا sida daraadeed bay tahay qofkii wax gacanta ku haya intaaba inuu iska ilaaliyo oo qofka xoolaha nool haysta waa inuu bartaa halkay ku sakoobaan xooluhu wa 10 maalin qaadan karo ariga geela looda mid waliba intuu ku sakoobaan neefkeeda la bixiyaa sida badan way qaanaan reer miyiga marka waa in la barto oo neefka ka baxayna aanad ku baqaylin maqaalintiina hebel oo isoo eegaysan imi ka bixiyaa ayaa dadka qaarkood laga yaabaa inay raadaan qaarna waxay raadaan وما انت راحد ما اومك ابو بدار ايام بحين كريا وارا اسك تالو ابو بدار كو دولار كمعنا وارا اسك تالو برتا سيره تالو ارتا سيره تالو سند كدبي غاليس كسدعاد غاليس خلاص وحلال يستيبا marka waxa wanaagsan qofku inuu eego intu eegaya sakada qadarkeeda bal halku ka soo saaray ilaa 40 1 على 40 waxa lagu afartan u qaybiyo وحاجة سجال يصد النهى يستملنا به وقال كيف الله بيبر وحاذو يروي هذا أنا ذو حكود درين انتهى كصفادي
markaas afarta qaybood ba waa laga bixinaya xoolii noola daabkiya lacagti iyo beerihi iyo ganacsigi ganacsigana isagana deesaasun baa loo sakeynayaao waxaad haysatoon baad afartan u qaybinaysa waa meeshaas boqolkiiba labiyo badhna waa la odhan karaa waxaa kalood u qaybin kartaa boqolkiiba maxaan ku idhaahdaa afartan meelood baad u qaybinaysa totalka maalkaaga markaad isu geyso baa divide by 40 baad leedahay halkaasu ka soo baxaya nisbada la bixinaya taasaana kaba sii dhib yarba intuu qofku nisba almiyaawiya iyo ku baadi dooni lahaa waana isku dhowdhowi xoolahaagii tijaaradana waxaa lagu yidhi afartan meeloodoo meel bixi adhigaagii afartan kahaana waxaa lagu yidhi afartan meeloodoo meel bixi neef shantii neefe geel ahaana waxaa lagu yidhi waaxid calaa arbaciinkiis waxa weeyaanu neefareya halkaasaad ka wadaysa markaa taasi asnaafta iyo qayb walba qadarka laga bixinayo iyo daris gaaray u baahan tahay laakiin iminka mawduuc aynu ka hadlaynaa waa darajada ay ku leedahay sakadu islaamka dhexdiisa iyo sidaan loo fududaysan kara intaynu ka hadlayna waa taa maanta lacagtana waxa la bixinayaa un qofku marka ay uu haysto ku shaqaysanayo wax uu ku sakoobi karayo wixiisu dahabkiiyo lacagta 58 gram oo dahaba wax u dhigmo kolku qofku haysto oo lacaga 12 biloodna u soo wareegaan ayuu bixinayaa 400 meelood oo meel badeecadda uu qofku haysta iyadana uu qiimeynaya saa aynu horeba usoo sheegnay markaasuunbuu intaa u qaybinaya xataa haddii ay ku jiraan waxyaaba aan laga bixin jirin sakada waxyaaba aan markii hore sakada laga bixin jirin sida dameeraho kale hadduu ka baacmishtarayo tijaaradiisa ay ku jiraan dee uu sakayno waa ganacsi ahaan baa looga sakaynaya waxaa laga bixinayaa wax wixii loo diyaariyay tijaaradoo dhan hadday guriya tahay hadday gaadi tahay hadday dhul tahay wixii loo diyaarsaday in wax laga bixiyo in wax laga faa'iido guriyaad wax ka sii faa'iidaysee aad sii iibinaysa dhulkii aad sii iibinaysa xoolihii moodka ahaa noolka ahaa aad sii iibinaysa isku wada dar laakiin wixii la kireeyo asalkiisu oolayo kiradaa la sakeeya isaga labadaasaa loo kala qaadaya marka daarahaaga iyo dhulkaaga haddaad rogrogto asalkoodaa la sakaynaya haddaad laakiin kirayso oo ay kuu oolayaan ama aada reeraha u dhisayso markaana kiradun baa la sakaynaya qadiyadda deynka deynkana qofka intii lagu leeyahayna wuu iska jari deynta ka maqanna wuu iska bixin sakadeeda deynta midna aday kugu maqan tahay midna way kaa maqan tahay deynta kaa maqan waad ka bixinaysaa mar haddii aad heli karayso haddaanad helayninna markaad soo heshaa unbaad ka bixi deynta adiga kugu maqanna waad iska jaraysaa dadkii lahaa u sheegoo sakooyade dahabka la xidhanayo culimmadu way isku khilaafeen dahabka dumarku isku qurxiyaanay xidhanayaan waxa ay u badan yihiin inaanay sakaynaynin gabadhu dahabka ah mar haddii uu yahay midkii ay u haysatay una isqurxinta qayb ka mid a culimmada waxay idhaahdaan way sakaynaysaa sakada ayay ka bixinaysaa nusuus baa dee dabcan kala dariishanaya dadka agoomaha iyo dadka waalan ee maalqabeenkae xoolaha loo hayo xoolahooda waa la sakaynaya agoontii yaryaraa ee xoolaha lahaa iyo dadkii waalaa ee xoolaha lahaa mar haddii ay 12 bilood u soo wareegeen mar haddii ay waxoodu sakagal yihiin iyagana ha la bixiyo wuxuuna soo hoosgalayaan un xadiidkaa saxiixa oo nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam sadaqatun tuukadu min aqniyaahim wa turaddu ilaa fuqaraahim waa sadaqo laga qaadaya maalqabeenkooda fuqaradoodana lagu celinaya marka dee iyagii baa maalqabeena agoon wuu iska yahay majnuuna wuu iska yahay laakiin dee waa maalqabeen marka isagu dhinac buu ku liita allaha ka dulqaado dadka kale faqriga ku liitana ha kabo sakadu muxaabaad ma leh oo meelo gaara kuma dheefsiin kartid dadkii biilkooda uu kugu waajibay sakaad fidrigooda lagu lahaa sakadaba ku moos odhan maysid haddii waajib lagugu lahaa sidiisa inaad u bixiso sida magti oo kale dee ku moos odhan maysid magtuna waajib bay kugu ahayd sakaduna waajib bay kugu ahayd laba waajib laysma dhex geliya mid walba sidiisaa lagugu leeyay marka labadaa waajibna sidoodaa loo kala wadaya inaynu masaajidada dhisnaa waajib bay nagu ahay
dadka dhintay inaynu kafanaa waajib bay nagu ahayd. Waajibaadka noocaasna dhex gelin mayna kuwa oran mayna kafanta iyo inaga bixiya iyo dhismaha madaariska iyo masaajidada arrimaha maya waa kuwaasina waa mustaqil, kuwana waa mustaqil. Sakadu waxaa la siinayaa sidaa Ilaahay uu ku sheegay aayadda suuratu Tawba 8 qolaa lagu ilaalinaya 8 meelood wixii ku cad uu ku bixi, wixii aan ku caddayn haddaad ku bixiso waxay ku noqonaysaa waxa aad bixisay sunne. Sakadiina wali waa lagu leeyahay, waa arrin adag wey. Dadka qaarkood ba qiilal intay ku warwareegaan ba meel aanay sakadii ku baxaynin intay ku bixiyaan ayaa dabeetana sidaa uu ku soconay waa lagu leeyahay aakhiro. Intaasina sadaqa kugu tahay, laakiin waajibki sidiisi baa lagu leeyahay. Innama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha walmualafati quluubum wafi riqaab walqaarimiina wafii sabiili illaahi wabni sabiil. Intaasaa ilaahay uu israaciyay fariidatan min allaahi wallaahu caliimun xakiim. Anaaba soo qadaray baa ilaahay nebigaba kumaan hallayninba. 8 meelood oon ku bixiya waa fuqarada iyo masaakiinta, waa dad baahan bulshada intii baahnayd weeyaan biil ku filan haysanin. Kuwii iyaguna markaa caamiliinta ahaa ee ka soo shaqaynaya markay madaxdu sakada ururinaysa dadka u soo ururiya caamiliin la yidhaahda waa laga yaabaa waqtigana ciddii loo diray ee markaa xisaabinaysa amala inay soo geli karto dadka quluubtooda lasoo dhaweynaya soo islaamaya ama dhowaan soo islaama atoomihii la xoreynay iyo kuwii daymaysnaa dadka daynta lagu leeyahay dariiqo saxa u daymoobay ma aha nooca khamrigii iyo isbiirtadii iyo qaylaydee. Hadduu kolaygii yidhaahda kaalay iga bixi kolaygii waar islaantii kolayga halkani daba dhigato ee haysatee bal ganacsada way igaga rid buu ku leeyahay kolaygii baa daba socda dhakada ha lagugu rida baad leedahay bal iminka dhakada ku qaado kolayga laftiisa. Marka qofku dariiqo saxa waa inuu daymoobay oo masruufkii reerkiisa iyo saasoo xaraam waa inaanu ku daymoobin fii sabiili illaahi waa jihaadka ama wax kasta oo difaac islaamka u noqonaya sida dadkii ducaadaha shubuhaadka suulinaya ila qowlna waa lagu dagaalamaa qalinna waa lagu dagaalamaa hubna waa lagu dagaalamaa. Intaba ibnu sabiil kuna waa qofka musaafirka ah oo musaafir waliba wuxuu aanaya inaanu waxaysan 8 qolaa ilaahay u sheegay subxaanahu watacaala. Marka waqtigan fuqarada iyo masaakiinta iyo dadkii daymaysnaabaaba aad u badanba waxna waa la sii bixin karaa sanadka dhexdiisa waa la sii qadimi karaa dadka idiin shaqaynaya shaqaalaha ah iyagana aanu biilkooda ku filayn wax waa laga siin karaa. Laakiin hagu haysaga dhigin inaad xaqarciid siisay dee waxaa tiraa war waa sakadi ilaan qofka marka aad saka siinaysa iyo marka aad xaqarciid siinaysa ama sadaqa siinaysa way kala duwan. Marna iskaabaad waxu siisay marna wuxuu leeyahay amaanoho aad u haysay baad siisay. Marka labadaasi isku miisaan noqon maaya ninkaad iminka amaano u hayso dee wixii siin baad u celis waxba maa siin dee ninkaad adigu xoolahaaga wax uga goysayna adaa wax siiyo. Marka in ammaanadii ay tahay aad u haysay qofka iyo midaad siisay inay tahay u kala sheeg intanina waa sakadiya kabitaana kuu noqotee boqolkaa doolarna ku qaxween hadduu xaqalcidiyeyna gaar u sheeg ha kala socoto. Haddii dadka daynlayaasha ah haddaad dayn ku lahayd adigu oo dayntii aad ka weyday sakadii ma u goosanaysaa mise uma goosanaysa culimada haa iyo mayaba weydaa. Laakiin sidaas ugu dhow waxa weeye horta isagii ku wareeji waxaa tiraahdaa misaan kugu lahaa dayn $200 bal hoo $200 waa sakadii ikhtiyaarka adaale inaad dayntii iskaga bixiso inaad saa ku qaadatada. Laakiin haddaad tiraa war hooy $200 baan kugu lahaa laba sakaa baan u bixinaya de maxaa gacanta ugu jiraba sakada bixiya baa lay dhiiba aqiimu salaata wa aatu zakaa sakada dhiiba de maa dhiibina dadaad haysaa inaad dhiibta ahayd ma ogtahay marka maa dhiibin oo gacanteedin may gaarin qofkan inuu ka arrimiyaaba ahaydo xaqla ka noqdo oo amaha ku dayn baxo ama isagu ha iskaba qaataba inuu ka taliyaaba ahayda kamuu talay. Dadka qaarkoodna waxay sakada deynta deyn baa ka maqan isagoon dadkii deynta uu kulahaaba u sheegin buu odhanayaa u niyood intaasoo ayaa iga maqnayd soomaaha intaasa kaan u goosta laana kuwani dayna bixin maaya haddaan waxba soo celinay ninba isagaa isu camiray markaa wuu isu camiray markaa waxa weeye wuxuu inay sidooda ku socdaa majraaha dabiici waddadeedii saxda ahayd waa inay ku socotaa. Culimadu waxay leeyihin qofka haddaad ka siinayso inaad u sheegto iyo inaad ka aamusto waa iyama
labada qowlba way qabaan oo qayb waxay leeyihiin sida madhabu shaaficiya macruuf ku ah loo sheego qofka qaarna waxay leeyihiin maya ilaahay wuxuu gaadhsiiyey uuna ehelkeedii haddii la gaadhsiiyo waxba loo sheegi maayo ee qofkii inay gaadhaa unbaa muhiima hoo hebelow qaado haddaan adu sheegin inay sakatoo qaato bas laakiin qolyaan kale waxay leeyihiin maya loo sheego oo waxaa laga yaabaa inuu diidaba oo dadka qaarkood baan sakada jeclayn odhanaya aniga wasakhaysiinine uskagii layska maroojiya laysku nadiifiya haysiinina wax kale maya haysaa maya igada haddaba dadka qaarkood baa laga yaabaa inay diido marka ikhtiyaarkiisi qofku ha yeesho waa masaa'il runtii yahay lixdaa qolo waa inaan la dhaafay marka fawaaidka sakadu aad iyo aad bay u badan yihiin waxaynu kusoo ururinaynaa un axkaamteeda kale ee daakhilka ay waa gaare sakada dadka ku ogaataan inaanay bixinin la taliya oo u sheega oo u naseexeeya hadduu baadiye yahay iyo hadduu beled joogaba sakadu waxay mudan tahay inaan lala soo kala hadhin xoogaa faraguudkood in la bixiyo maaha oo lala soo kala hadho laakiin waa inuu qofku si fiican uga fiirsado sakadu waxay mudan tahay waqtigeeda in la bixiyo kol haddii aad 12 bilood soo dhammaadaan shirkadii ama shaqsigii wixiina la xisaabiyey ehelkeeda ha la gaadhsiiyo way dhici kartaa dadka qaarkood oo baahi badan ee hayso in loo yaro dhigo oo la yidhaahdo intii muddo ah hebel baan u haynayaa oo imanaya oo ama qaraabada ama baahi badan ee hayso sakada kolley dee axkaam fara badan bay leedahay axkaamteeda waxaa ka mida ma la naqlin karaayo meel kale ma la geyn karaa sida markaa asalki horta waxay meesha aad ka bixinayso uun dadka jooga in la siiyo haddii laakiin baahi badan ay meel ka jirto ama aqaaribtaada dadka xigtadaada qaarkood meel joogaan iyadana waxbaa looga diri karaya waxbaa looga diri karayaa iyana wax suuragala wey marka arrimihii ku saabsanaa sakada kolka aynu soo ururinay inahaasaynu kusoo koobi lahayn maalkana haddii sakada laga bixin waayo inna rabbaka la bilmirsaad ilaahay dhabagal buu ugu jiraa wuu daba socdaa un wuu daba socdaa wixiisii meeshay mareen markaa si aanad garanaynin unbuu usii libdhayaa hadduu baadiye yahay iyo hadduu beled yahayba qofka ka bixiya maalka sakada barakadu halkeedaasay ka muuqanaysa allah inagu anfaco assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu